على هذا الخبر معنا على التليفون استاذ مكرم محمد احمد، طبعا الكاتب الصحفي الكبير وشيخ المهنه. مساء الخير يا فندم استاذ مكرم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، سعداء بوجودك معنا دايما وبنسعد باراء حضرتك، وعايزه اعرف تعليق حضرتك على هذه الزياره اليوم، وهل نقدر نقول انه في نقله نوعيه او تحول نوعي في العلاقات ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه؟ ممكن نقول لا ما فيش تحول، لكن في تعميق للاطفال الثقه المتبادله. كل يوم بيتاكد الامريكيين من ان الرئيس السيسي جاد في انشاء سلام حقيقي واستقرار حقيقي في الشرق الاوسط، الرئيس السيسي جاد في محاربه الارهاب، الرئيس السيسي جاد في انشاء دوله ديمقراطيه قانونيه تطبق سياده القانون. اعتقد الحدثين المهمين اللي اثروا على زياره جون كيري للرئيس النهارده الموقف في ليبيا، لان جد تطور وان 25 دوله في مؤتمر فيينا اعلنوا موافقتهم على رفع الصدر عن توريد الاسلحه للقوات التابعه لحكومه ليبيا. ده في حد ذاته تطور يؤكد بالفعل انه استعداد الغرب واستعداد الولايات المتحده لاعاده تسليح القوات الليبيه التابعه للحكومه عشان تواجه داعش اولا، اثنين ايضا علشان تراقب الساحل الليبي على مدار الساعه، لانه هناك هجره غير شرعيه بيذهب ضحيتها كل يوم عشرات بل مئات من الافارقه والمصريين الذين يحاولون الهرب الى او الوصول الى اوروبا عبر الساحل الليبي بعدما اردوغان اغلق الطريق الذي كان يذهب منه السوريين الى البلقان وبحر ايجا واوروبا. اعتقد التطور اللي حصل في ليبيا تطور مهم. النهارده اكتشف ايضا ان القوات الامريكيه الخاصه فيها 25 واحد موجودين منذ اسابيع في ليبيا، جزء منهم موجود في بنغازي، جزء منهم موجود في مصراتة، هدفهم ان يتعرفوا على القبائل، على القوى التي ممكن تفتحها. اعتقد ايضا كمان في هدف ثالث مهم، وهو انه للاسف ان معظم العاملين في قوات داعش ينتمون الى تونس. ينتمون الى ايه يا استاذ مكرم؟ نعم، في 4000 تونسي بيعملوا مع داعش في سوريا والعراق، بدات عودتهم الى ليبيا، بيرجعوا على ليبيا عشان يعملوا منها ما يمكن قاعده هجوم على ليبيا. في هجومات حصلت قبل كده على العاصمه تونس وعلى مدينه سوسه وعلى المنطقه بقر دان على الحدود. واضح جدا انه النهارده داعش قوامها البنيوي اساسا معظمه من التونسيين الذين كانوا يعملون مع داعش. طب سريعا يا استاذ مكرم، سريعا لان معلش وقتنا يعني ضيق ولسه عندنا اخبار كتير. حضرتك طبعا يعني اخذت باع طويل في المراجعات مع الجماعات الارهابيه، ويعني كان لك يعني باع كبير في هذا الموضوع. هل تعتقد حضرتك انه في هذا العصر اللي احنا فيه ودور امريكا في تغذيه الجماعات الارهابيه، هل من الممكن ان تحدث معهم مراجعات؟ هل من الممكن ان تستجيب هذه الجماعات ولا ده امر ميؤوس منه؟ أنا بستأذنك بس في أن أكمل صورة غيري، لأن في حاجة مهمة لابد أن نتكلم عنها، اللي تتعلق بالمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي بخصوص إحياء جهود سلام في الشرق الأوسط. طبعًا. الرئيس السيسي وجه نداء إلى كافة القوى السياسية في إسرائيل، إلى الحكم، إلى الأحزاب السياسية، إلى المواطنين الإسرائيليين، بيقول لهم لأول مرة في التاريخ أن نسبة إسرائيل قد استفادتها كثيرا من معاهدة السلام النسبية الإسرائيلية، أن الشرق الأوسط قد تغير بهذه المعاهدة، أن هذه المعاهدة أنجزت ما لم يكن في الحلمان أو في خيال الذين وضعوا هذه المعاهدة، وبيترجاهم أن هم يحاولوا قدر الامكان ان يصلوا الى توافق وطني حول ضروره انهاء المشكله الفلسطينيه. ويقول لهم لو ان هذا الوضع انتهى وحل، فمن المؤكد ان الشرق الاوسط سوف يشاهد نقله تاريخيه في علاقات دول وشعوب اكبر من النقله التي حدثت
لعمليه السلام، ويقول انه على ارض الواقع المصريين والاسرائيليين طبقوا اتفاقيه السلام نصا وروحا بامانه شديده، الى الحد ان الوضع على الارض يكاد يثبت كثيرا البنود اللي كانت المعاهده. ومتوقع طبعا او بدا بالفعل انه في ردود افعال قويه في داخل اسرائيل لمبادره تشيكي، ولكن السؤال المهم، وعشان كده جون كيري اسرع بان ياتي الى القاهره عشان يدعم هذه المبادره. في نفس الوقت طبعا الرئيس طلب من حماس وفتح ان يحاولوا من جديد ان هم يصلوا الى المصالحه الوطنيه، وقال ان مصر على استعداد ان تدعم الطرفين. اذا هو دور مصر كالعاده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير استاذ مكرم محمد احمد على هذه